شو بنعرف إحنا لحديت اليوم عن ما يتعلق بموضوع مرض الكورونا والحمل والولادة؟ مرض الكورونا طبعاً هو مرض اللي هو جديد نسبياً، بعدنا بنعرفه أقل من سنة، فعشان هيك كل المعلومات الموجودة عندنا عنه هي معلومات اللي هي ممكن تتغير من فترة لفترة. لليوم المعلومات اللي إحنا بنعرفها هي إنه النساء الحوامل بسبب تغييرات فيزيولوجية وتغييرات بجهاز المناعة عندهم اللي بتصير بشكل طبيعي، هن معرضات أكثر لمرض اللي هو ممكن يكون أخطر عليهن، هن معرضات أكثر للترقيد بالعناية المكثفة، هن معرضات أكثر لأنهن يوصلوا للتنفس الاصطناعي. من ناحية شو ممكن يعمل مرض الكورونا للحمل وللمرأة الحامل من ناحية تعقيدات حمل، نعرف إحنا اليوم إن نساء الحوامل معرضات أكثر لولادة مبكرة، معرضات أكثر لأنهن يولدوا بعملية قيصرية، ومعرضات أكثر لأضرار بالأوعية الدموية بالمشيمة اللي هي عملياً بتوصل الدم من المرأة الحامل للجنين تبعيها. فعشان هيك بما إنه إحنا كنساء حوامل مسؤوليتنا هي مش بس على حالنا، هي مسؤوليتنا كمان عن كمان روح الموجود بجسمنا، مسؤوليتنا طبعاً للنساء للناس اللي حوالينا الأطفال أو أفراد العائلة، فجداً مهم إنه إحنا نحافظ على تعليمات وزارة الصحة، مهم جداً إنه نمتنع عن المشاركة بالتجمهرات أو الأعراس أو المناسبات اللي هي لا تتبع فيها تعليمات وزارة الصحة، مهم جدا نحافظ على استعمال الكمامة، مهم جدا نحافظ على التعقيم.